يعني في بعض الفنانين اللي بيكونوا عندهم كونفيدنس على المسرح في الأداء وفي الشو، بس لما بتيجي على حياتهم العادية أو باللقاءات بيكونوا شوي خجولين، يعني شيء طبيعي. وأكثر شيء بين عليهم هذا الشيء لما بيتعرضوا لمواقف محرجة، ونحن اخترنا أكثر 5 نجوم خجولين. على رأس القائمة أولاً بيجي ماجد المهندس، يلي عادة بيترافق اسمه عند الفانز بكلمة الفنان الرائي. فماجد الرومانسي والحساس بأغاني واضح بأغلب لقاءاته القليلة إنه بيخجل، ولما ببلشوا المعجبين يقربوا ليأخذوا صور معه. حتى دخلته على المسرح وسلمه على الجمهور. ثانياً فهو قازم الساهر يلي طالما نعرف بإنسانيته وأخلاقه العالية، فواضح هالشي من خلال مواسم The Voice، فقدر يكون قاذم حديث الناس بتهذيبه ورقيه. وخجل قاذم ببين من نبرة صوته الهادية وطريقة حديثه على المسرح مع جمهوره، وبالمواقف المحرجة يلي على المسرح هيك بيتصرف. أما ثالثا فبيجي ملحم زين المعروف بين زملائه الفنانين بأخلاقه العالية وتواضعه، وخجله أيضا ببين لما بيكون على المسرح وبين الناس. مساء الخير، أهلا وسهلا، شرفتوا جميعا، إن شاء الله بتنام بالشرق بخير والإمارات بخير، شرفتوا من كل الجنسيات، أهلا وسهلا فيكم. أما رابعاً فبيجي محمد حمائي يلي بين شخصيته الخجولي والرأي أكتر ببرنامج The Voice، وحتى بلقاءاته بيستعمل ألفاظ بتدل على رقي وتهذيب واحترام كبير لجمهوره. وكمان ببين هالشي من البادي لانجويج لما بيكون عم يتصور مع الفانز. أما خامساً فبيجي محمد عساف المعروف ببساطته وتواضعه، فهو أيضاً خجول حتى لما بيكون داخل لمكان عام أو احتفال. بصراحة الله يعين المشاهير، لأنه فعلاً بيمروا بمواقف أحياناً صعبة ومحرجة، خاصة لما بيكونوا تعبانين أو بدهم شوية برايفسي أو بيمروا بظرف كثير صعب أو محرج، لازم يتصرفوا قدام الجمهور بكل طبيعية ويكونوا دايماً مبتسمين. الوضع صح شوي صعب. عشان كذا الناس أو الجمهور لازم ما يحكموا أو يعلقوا على تصرفاتهم قبل ما يعرفوا التفاصيل أو إيش صار، لأنه الفنان مرات بيضطر أو المشهور بيضطر إنه ينزل بوست يبرر فيه كل الأشياء اللي صارت معاه.